محمد حجاب موقع ضمير الأمة الإخباري من منفذ الرسم الجمركي تم ضبط كمية كبيرة من نبات البانجو مقرب داخل أتوبيس خاص رحلات. منفذ الرسم الجمركي وأتوبيس رحلات عزة أمين شرطة كريم عزة. ماشي يا كرم. وده زي ما حضراتكم شايفين ده المخزن السري اللي تم تخبئة مخدر البانجو فيه. وكل العمق ده وكل المسافة دي كميات البانجو اللي هنشوفها مع حضراتكم دلوقتي حالا. تسلمك.